بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن شاء الله النهاردة باشمهندسين مع بعض بإذن الله هنتعلم إزاي نعمل موديلنج وأناليسيز للكاميرا النوتيميتي. الكاميرا دي بإذن الله هتكون شاملة لكل حاجة. هنبدأ نعرف إزاي نتعرف على الإنترميت هينج، إزاي نعمله، الأحمال المايلة إزاي نتعامل معاها، الكونسنتريتد مومنت إزاي نتعامل معاها، الأحمال الترابيزويدال إزاي نتعامل معاها، وهكذا الأحمال المتكررة بنفس القيمة. هنبدأ إن شاء الله بإذن الله مع بعض النمذجة ونمشي بنفس الخطوات اللي إحنا اتعودنا عليها. الخطوات اللي إحنا قلنا عليها قبل كده خطوات الموديلنج اللي هي الديفاين ماتيريال والسكشن والديفاين لودز واللوك كومبينيشن والدرو وهكذا، وخطوات الأناليسيز خطوات ديسبلاي ريزلت وخطوات الديزاين. الديزاين طبعا إيه مش هتبقى تبعنا، إحنا هنتكلم لحد الأناليسيز والديسبلاي إيه ريزلت بإذن الله. أول حاجة هنعملها نبدأ نفتح برنامج الساب زي ما اتعودنا. زي ما اتفقنا أول حاجة هنعملها هنقول من قائمة فايل هقول له نيو موديل، أو الشورت كات بتاعه هو إيه كنترول إن، هيفتح لي الشاشه اللي قدامنا دي. اتفقنا ايه الفرق بين انشلايز موديل فروم ايه ديفولت وفروم ان اكزيستنج فايل. ان شاء الله الفيديو الجاي باذن الله تعالى هنتعلم مع بعض ازاي نعمل تمبلت لينا، تمبلت خاصه بحيث ان انا اوفر على نفسي باذن الله اول 5 خطوات. هنتعلم مع بعض باذن الله ازاي نعملها بحيث تبدا تنجز على نفسك الخطوات باذن الله تعالى. دلوقتي هنقول برضه انشلايز فروم ديفولت موديل، الوحدات بتاعتي اللي انا شغال بيها وحدات طن متر، يبقى نختار طن متر سيلسيوس، طن متر، طن فورس، طن فورس، متر سيلسيوس، تمام. وبعد كده هقول له ايه، هقول له جريد اونلي مثلا، هيفتح لي الجريدات اللي قدامي هقول له ايه اوكي. فتح لي شاشتين بالشكل اللي قدامنا دي كده، هقفل واحده منهم واسيب الثانيه. في ناس ما بتظهرش عندهم الا الاسود زي ما احنا اتفقنا، نقول له اوبشن كلر ديسبلاي، ومن الجنب هنا مثلا لو انت عايزها وايت بلاك جراوند بتختار وايت بلاك جراوند، عايزها بالاسود براحتك على حسب ما انت اللون اللي انت ايه تستريح له. اقول له ايه بلاك واقول له ايه اوكي. الكاميرا بتاعتنا اللي احنا شغالين فيها شغالين في الاكس زد بلين، شغالين في الاكس زد بلين، اكس زد انا رسمها في الاكس واي معلش عشان ده الاوتوكاد، انما هو شغاله في الاكس زد زي ما شرحنا قبل كده يا باشمهندسين. لو انا عندي منشا اي منشا بالشكل اللي قدامي ده كده، عندي منشا بالشكل اللي قدامي ده كده، وانا عندي لو انا عندي في الكاميرا هنا ده، لو انا افترضت ان نقطه زي اللي هنا دي كده، النقطه دي لها ده اسمه اكس، ده اللي جوه ده اسمه واي، الارتفاع اللي فوق اسمه ايه اسمه الزد. لو الكاميرا اللي عندي دي بالشكل اللي قدامي ده كده يبقى انا بحللها في الاكس زد بلان، لو الكاميرا بتاعتي هنا يبقى انا بحللها في الواي زد بلان، لو انا بحل سقف يبقى انا بحل في الاكس واي بلان. بس عشان احنا هنا مش محددين فهنشتغل عليه على الاكس زد بلان، يبقى انا هاجي من فوق اقول له ايه اكس زد بلان. عايز ابدا اعدل الجريدز الموجوده عندي، عايز اعمل جريدز بحيث تتناسق مع الشكل اللي قدامي ده كده، يبقى انا عندي جريدز في 3 اكس على مسافه 6 5 7 وفي اتجاه زد مفيش اي حاجه. يبقى انا هضغط رايت كليك المكان فاضي واقول له ايه ايديت جريد داتا واقول له ايه موديفاي شوين سيستم. اول حاجه اختارها ما انساش اختار ان هي تشتغل سبيسنج، اقول له ايه سبيسنج، انا شغال في اتجاه الاكس، اتجاه الاكس كام وكام وكام 6 5 7 6 5 7، يبقى انا اقول له 6 5 7 0. اجي هنا بقى ابدا ادلل ده كله، انا مش عايز غير محور واحد وانا في اتجاه 6 انا مش عايز اي حاجه، واقول له ايه اوكي اوكي. بدا يظهر لي شكل الكاميرا اللي قدامي عندي، الكاميرا بالشكل اللي قدامي ده انا مش عارف افرق اماكن الجريدات، انا عارف النقط اهي بس عشان خاطر افرق ويبقى شكلها واضح هاجي تاني سبيسنج واجي في اتجاه زد اقول له مثلا واحد واقول له اد واحد هنا واقول له ايه زيرو واقول له اوكي اوكي. بدا ايه يظهر لي شكل التقسيم عشان تبقى واضحه عندي. الخطوه اللي بعد كده اللي احنا هنعملها اقول له من قائمه ديفاين واقول له ايه ماتيريال، انا شغال هنا ايه 4000 في اس اي اللي هي الكونكريت، هضغط موديفاي وكل اللي يهمني فيها الجاما اخليها ب 2.5 وبعد كده اقول له ايه اوكي، بعد كده اقول له ايه اوكي تاني. الخطوه اللي بعد كده ديفاين فريم سيكشن، اعرف القطاع الخطوات بالترتيب زي ما احنا شرحنا قبل كده بالتفصيل، ماتيريال السيكشن اللودز وهكذا. انا ايه هقول له ايه اد نيو بروجكت، امبورت دي خاصه بقطاعات الستيل ان شاء الله بعد كده لما نيجي نستخدم الكود الاوروبي، انا عايز ابعاد ستاندر للانجلز والحاجات دي فبنستخدم ايه القطاعات الستيل هنا، انما هنا اكمل ده ريكتانجل فاقول له اد نيو بروجكت وما انساش اختار الماده بتاعتي تكون كونكريت واقول له ايه نوع ريكتانجل. القطاعات الموجوده عندي 30 في 60 30 في 70 30 في 80، انا هنا ما يلزمنيش يعني انا اهم حاجه عندي الاسم مثلا اقول له بي 30 في 60، ده لحد دلوقتي اسم، ده اسم ما فيش اي تغيير حصل، انما التغيير لازم هنا انزل هنا اقول له ده 60 6 من 10 الدبس والويتس 3 من 10 واقول له اوكي. بعد كده اقف على نفس القطاع واقول له ايه اد اكابي واقول له ايه، بعد كده في عندك بي 30 في 70 كل اللي هغيره بس انا هخليه 7 من 10 واقول له ايه اوكي. بعد كده اقول له ايه اد اكابي واقول له ايه بي 30 في 80 30 في 80 كل اللي هغيره في الدبس هخليه 8 من 10 واقول له اوكي. بعد كده اقول له اوكي تاني، كده عرفت ايه السكشن الموجود عندي. بعد كده اقول له ديفاين سكشن بروبرتي اقول له ايه ديفاين لوب باترن،
انا الاحمال الموجوده عندي عباره عن ايه؟ لو بصيت عليه كل الاحمال هي نوع واحد. انا ما قلتلكش ده ديد ولا لايف، هي كل الاحمال هي نوع واحد بس، فانا عندي نوع واحد من انواع الاحمال. فاضل سؤال عندك بقى، انت عايز تحسب وزن المنشا ولا لا؟ يعني في سؤال عندي هنا بيقول لي سيلف ويت مالتبلاير. يعني ايه سيلف ويت مالتبلاير؟ يعني بيقول لك انت عايز تحسب وزن القطاعات عن طريق ان انا اقول لك الجاما، الجاما بيساوي الويت على الفوليوم. فانا عندي الويت عباره عن الجاما في الفوليوم. الجاما انت لسه معرفها لي من دلوقتي اهو، والفوليوم فاضل ان انا احسب لك القطاع. انت مديني القطاع 30 في 60، 30 في 60، وهترسمه مثلا 3 متر، يبقى ده 30 مثلا وده 60، وهترسم مثلا القطاع 3 متر، يبقى اذا انا عرفت اجيب الفوليوم بتاع القطاع بمنتهى السهوله، يبقى اقدر احسب ايه؟ الاوزان. فانا لو عايز احسب وزن المنشا اخلي السيلف ويت مالتبلاير اخليه بكام؟ اخليه بواحد وهو يحسبه. طب انا مش عايز احسب اخليه بصفر، واجي من الجنب هنا اقول له ايه؟ موديفاي. اي حاجه اتعدلت هنا يبقى خلاص ايه؟ كده تمام. بقول له اوكي. الخطوه اللي بعد كده اعرف له كومبليشن، بس انا عشان ما عنديش غير نوع واحد بس من الاحمال اللي هو ديد لود، فانا مش هعرف اعرف اي لود كومبليشن. الخطوه اللي بعد كده ان انا ابدا ارسم السكشن الموجود عندي. هاجي من هنا من درو، هقول له ايه؟ درو فريم او كويك درو. الفرق بين درو فريم ان انا محتاج نقطتين، نقطه اولى ونقطه ثانيه عشان ارسمه، انما الكويك درو هي ضغطه واحده بس. كويك درو اهي، لو ضغطه واحده بس هنا على اي جريد، ضغطه واحده يروح جاي ايه؟ راسم. ضغطه واحده يروح جاي ايه؟ راسم القطاع الموجود عندي. همسح بقى تاني زي الاوتوكاد بالظبط التعليم، اقول له تاني كويك درو. بس هنا اول حاجه بيقول لي الفريم بتاعك اللاين نوع ستريت ولا كيرفت ولا كيبل. انا عندي ستريت. تاني حاجه السكشن اللي هترسم بكام، اقول له 30 في 60، اه يبقى تمام. طب كونتينوس ولا بين، قلنا اتفقنا ايه الفرق بين كونتينوس وبين. بين دي يعني انا عايز اصفر المومنت في البدايه والنهايه، يعني لما اجي اقول له كلمه بين، معنى كلمه بين يعني المومنت هنا بصفر والمومنت هنا بصفر. ودي بستخدمها فين؟ دي بستخدمها في المنشات اللي عندي زي التراس. يعني انا عندي التراس، في عندي هنا حاجه اسمها الممبرز، الممبرز دي كلها شايله نورمال فورس بس، فالمومنت هنا بصفر والمومنت هنا بصفر. طب انا لو عندي كاميرا سمبل بيم زي كده والمومنت عندي كده، فالمومنت هنا بصفر وهنا بصفر، طب ليه ما استخدمش البند؟ ليه بستخدم كونتينوس؟ لان يا باشمهندس معرف له سبورت هنا اسمه الهنج او رولر. فانا معنى ان انا عرفت له هنج، معنى كده ان انا بقول الام عندك بكام؟ الام عندك بصفر، لان انا سامح لك ان يحصل عندك ايه؟ دوران. طب ليه ما بستخدمش بند بقى؟ طب ما انا ممكن اعملها بند وخلاص. اقول لك لا يا باشمهندس، انت لو عندك حاجه كونتينوس كده وانت جيت ترسم الكاميرا دي بند، ايه اللي هيحصل؟ المومنت هيبقى عامل كده عامل كده، والكلام ده غير صحيح، لان المومنت المفروض يبقى عامل كده. فانا عندي في الكاميرا بستخدمها على ان ايه؟ كونتينوس، انما التراس والحاجات دي بستخدمها على ان ايه؟ على انها بن. فانا اقول له كونتينوس، والاول حاجه عندي كام؟ 30 في 60، ضغطه واحده كده اتعمل. الثاني كام؟ 30 في 70، ضغطه واحده كده بس اتعمل. الثالث 30 في 80، ضغطه واحده بس كده خلاص اتعمل. عايز اتاكد ان انا فعلا القطعات اللي عندي دي زي ما انا راسمها، اروح قايل له ايه؟ من سيت ديسبلاي اوبشن. انا طبعا انا كاتيجوري ده تبع الفريم اليمنت، فبقول له ايه؟ تعالى على السكشن اللي عندك واقول له ايه؟ اوكي. بدا يقول لي كام؟ 30 في 60، 30 في 70، 30 في 80. طب انا مش مصدق يا باشمهندس، طب ما ممكن اكون انا كاتب بس. اقول لك لا، ممكن تيجي من هنا في حاجه اسمها فيو باي كولر اوف. فيو باي كولر اوف، ازر لي الكلام ده باللون، لون الاوبجكت. يعني ده اوبجكت ده اوبجكت زي بعض، فانا اقول له لا بالسكشن واقول له ايه؟ اوكي. كل سكشن موجود عندي ياخد اللون بتاعه. طب ليه اداني ده ازرق ده مش عارف كذا ده كذا؟ ولا بناء على باشمهندس ان انت من قائمه ديفاين فريم سيكشن، انت اصلا هنا مدي اللون الازرق لل 30 في 60، فال 30 في 60 واخد اللون اللي انت عايز تغير ضغطه واحده عليه وتختار اي لون انت عايزه. يبقى انا كده اتاكدت ان فعلا القطاعات عندي فعلا تمام. اشيل السكشن واقول له اوكي، كده اتاكدت ان القطاعات عندي تمام. فاضل عندي ان انا اعمل ريسترين اساين ريسترين الخطوات بالترتيب اساين ريسترين ركائز. الركائز اللي عندي هنا دي كده، دي ودي ودي الثلاثه هنج، فاقول له ايه؟ اساين جوين ريسترين، صح؟ او ان انا بقى اريح نفسي يا باشمهندس زي ما اتفقنا قبل كده، واضغط رايت كليك في اي مكان فاضي هنا واقول له حاجه اسمها اساين بوينت. اساين بوينت بقى يظهر لي حاجه جديده هنا كده، لو انا وقفت على حاجه بص كده اقول لك ايه؟ اساين جوينت ريسترين، عشان تريح على نفسك بدل ما تفضل تخش على القوايم. واقول له ايه؟ هنج، واقول له ايه؟ ابلاي. اختار النقطه دي واقول له فيكسد، واقول له ايه؟ اوكي. كده ايه؟ اتعمل. فاضل عندي ايه؟ فاضل عندي ان انا الهنج ده بيلف بزوايا 45 درجة عكس عقارب الساعة. طب أنا هعمل الكلام ده إزاي يا باشمهندس؟ وهلف حوالين أنهي محور؟ هقول لك يا باشمهندس واحدة واحدة. المحاور بتاعتي إيه؟ ده اسمه محور إكس، ده اسمه محور واي، ده اسمه محور زد قصدي، ده اسمه إيه؟ محور واي لجوه. السبورت اللي عندي موجود أنا شغال دلوقتي في الإيه؟ في الإكس إيه؟ زد بلين، صح؟ الإكس وأدي الزد بلين. أنا السبورت اللي عندي عامل كده. السبورت ده لو عملت له دوران حوالين محور إكس، إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل يا باشمهندس إن السبورت كان هنا هيبقى كده، هيقلب لفوق كده. مش انا بقى بلف حوالين محور الاكس اللي هو ليه؟ محور اكس، صح؟ بس الشكل ده مش انا اللي عايزه. طب انا لو لففت حوالين محور زد اقول له الشكل كان كده، ايه اللي هيحصل؟ هيرجع هيبقى بالشكل عامل ده كده،
الشكل ده عامل كده ليه؟ انا بلف حوالين محور زد، الدوران حوالين محور زد ده، يبقى الحاجه كانت كده، انا لففتها حوالين المحور ده، خلاص هتلف، هتلف زي بالظبط لو انت حاطط وش ايدك هنا، اللي هيبان لك بعد كده ايه؟ ظهر ايدك، لانك ايه؟ بتلف حوالين الراس. انما انا لو لفيت حوالين محور واي، السبورت بتاعي كان كده، انا بلف حوالين المحور ده، يبقى انا بعمل ايه؟ بروح جاي لافف كده بالشكل اللي قدامي ده كده. فانا عشان كده عايز السوفت بورد بتاعي يلف حوالين انهي محور؟ حوالين محور واي. طب الفه ازاي يا باشمهندس؟ اقول لك هنختار النقطه اللي عندها السبورت يا باشمهندس، وهتقول له ايه؟ الساين. انا عايز اخصص حاجه، فبقول له ايه؟ الساين. ودي ايه؟ جوينت. اقول له الساين جوينت حاجه اسمها لوكال اكسس، وزي ما شرحنا في اول فيديو بالتفصيل. الدوران حوالين انهي محور يا باشمهندس؟ حوالين محور واي. سالب ولا موجب؟ سالب يا باشمهندس، عشان يلف في اتجاه عكس عقارب الساعه. تمام كده، لانه الموجب بيلف في اتجاه عقارب الساعه. فكده السبورت بتاعي قدرت اعمل السبورت بيلف بالشكل ده. اقول له شو اند فورمت شيب عشان يخفي لي اي حاجه موجوده. فاضل عندي ايه هي؟ فاضل عندي ان انا عايز اعمل انترميديت هنج. انترميديت هنج يعني ايه؟ عايز اعمل انترميديت هنج يعني بقول لك ايه يا باشمهندس، انا عندي فريم كده هنا فيكسد وهنا هنج، انا اللي بقول لك عايزك تحوله لي كده، حاجه عامله كده بالظبط، حاجه عامله كده. المومنت عند النقطه دي بكام؟ بصفر. والمومنت عند النقطه دي بكام؟ بصفر، عشان يعمل ايه؟ يعمل انترميديت هنج، يبقى المومنت عنده ايه؟ بصفر. طب يا باشمهندس انا القطاع الكاميرا الفريم اللي قدامي ده، الفريم اللي قدامي ده لو انا صفرت نقطه البدايه يبقى غلط، لو صفرت نقطه البدايه نهايه هيبقى غلط. ليه يا باشمهندس؟ لان هنا في موجود مومنت عندك نيجاتيف، وهنا في مومنت نيجاتيف فوق هنا، فانا لو خليت المومنت في البدايه بصفر يبقى انا كده بايه؟ غلط. ولو خليت المومنت في النهايه بصفر يبقى انا كده غلط. يبقى انا اللي انا عايز اعمله، عايز اعمل ايه؟ عايز اجيب الفريم ده اقسمه حتتين، اقسمه حتتين، يبقى ده كاميرا اهي ودي كاميرا هنا، بحيث ان انا ايه؟ اصفر المومنت في النهايه واصفر المومنت في البدايه. طب اعرف منين يا باشمهندس ان دي البدايه ودي النهايه، ولا دي البدايه ولا دي النهايه؟ هقول لك يا باشمهندس على حسب ما انت راسم. لو انت راسم من الشمال لليمين يبقى دي نقطه البدايه ودي نقطه ايه؟ النهايه، وده هيبقى الشكل كده. لو انت راسم من اليمين للشمال يبقى انت في الحاله دي بقى دي نقطه البدايه ودي نقطه النهايه. طب انا هعرف منين يا باشمهندس؟ هفضل امشي هقعد افتكر انا كل كاميرا انا رسمتها ازاي؟ اقول لك لا يا باشمهندس، بمنتهى السهوله هتروح جاي رايح على سيت ديسبلاي اوبشن، انا تبع انهي؟ تبع الفريم 8. اقول له زد لي حاجه اسمها ايه؟ اللوكال اكسس، واقول له ايه؟ اوكي. المحور الاحمر لو جاي من الشمال لليمين يبقى معنى كده ان انا راسم القطاع من الشمال لليمين، لو كان عاكس يبقى انا راسم من اليمين للشمال. يبقى دي اول حاجه انا عرفتها. تاني حاجه انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل ايه يا باشمهندس؟ جوينت هنا في النص هنا على مسافه كام؟ 3 متر، عشان اقسم عندها الفريم. ارسم الجوينت ازاي؟ زي ما احنا اتفقنا من قائمه اسمها درو سبيشال جوينت، او الشورت كات بتاعها في الجنب هنا. النقطه دي تبعد مسافه كام يا باشمهندس؟ هقول لك تبعد مسافه 3 متر. منين يا باشمهندس؟ من نقطه معلومه. فين النقطه اللي اقدر القطها؟ انا لو وقفت هنا مش عارف القط اي حاجه، انما الحاجه اللي اقدر القطها هي النقطه دي، صح؟ لو انا ضغطت على دي ايه اللي حصل؟ رسم لي نقطه من عند النقطه دي مسافه كام؟ 3 متر. يعني انا ضغطت هنا فرسم كام؟ 3 متر. طب انا لو كنت قلت له مثلا سالب 3 متر، سالب 4 متر مثلا، وجيت اخترت النقطه من هنا كده، ايه اللي حصل؟ يروح جاي راسمها لك بالشكل اللي قدامك ده كده. يبقى انت بتنقي نقطه معلومه وتبدا تصفر ايه؟ من عندها. احدد دي مش محتاجه واقول له ايه؟ ديليت. اللي انا عايز اعمله دلوقتي يا باشمهندس، عايز اقسم الفريم ده عند النقطه دي ازاي؟ تروح جاي مختار لي الفريم اللي انت عايز تقسمه والنقطه اللي انت عايز تقسم بيها، وتقول له من قائمه ايديت حاجه اسمها ايديت لاين ديفايد فريم. ايديت لاين ديفايد فريم بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا باشمهندس انت عايز تقطع الفريم ده كام في كام؟ اقول له لا، اقول له انا عايز اعمل حاجه اسمها ايه؟ بريك ات انترسكشن ويز سيلكتد جوينت. يعني ايه؟ يعني انا بقول له شايف الفريم ده اللي انا عايز اقطعه؟ اقطعه لي عند فين؟ عند اي تقاطع مع سيلكتد جوينت، مع الجوينت اللي انا محددها دي، ولازم تكون محددها لانه قايل لك هنا ايه؟ سيلكتد جوينت فريم اند اريا. لو انت عندك في تقاطع مع اي فريم، يعني لو في كاميرا ثانيه بتقاطع معايا هيقسم عندها، لو في اريا بتقاطع معاها هيقسم معاها. فانا اقول له لا، قطعه لي عند الجوينت دي. ايه اللي حصل؟ اولا عمل لده لوكال اكسس وده لوكال اكسس، معنى كده ان ده بقى قطعه لوحدها وده بقى قطعه لوحدها يا باشمهندس. يبقى انا كده ايه؟ قسمته. الخطوه اللي بعد كده عايز اعمل ايه؟ عايز اصفر ايه؟ المومنت. فاروح جاي محدد الفريم واقول له اساين فريم حاجه اسمها ريليز، اساين فريم ريليز. طب انا عايز اعمل ريليز عند الاند ولا الستارت يا باشمهندس؟ هقول لك ده الستارت وده كده ايه؟ الاند. يبقى انا جاي عند الاند لازم اروح على قائمه الاند. طب هصفر انهي مومنت؟ ام 3 3 هو الميجر، وشرحنا بالتفصيل قبل كده ليه؟ قلنا الدوران حوالين محور 3 فالمومنت 3 هو ايه؟ لان ايه؟ هو اللي هنشيله. وام 2 2 هنشيله بالمرضه اي سنه وملوش اي تاثير، بس ايه؟ هنشيله. والتورشن عباره عن ايه؟ عباره عن دوران حوالين محور معين. يعني لو في كاميرا كده عموديه على دي كده، كاميرا كده هتعمل لي دوران، هتعمل لي تورشن، يعني ايه؟ تعمل لي دوران للكاميرا دي. فالكلام ده ما حصلش، فبقول له ايه؟ الغي لي التورشن. وما ينفعش الغي التورشن في الستارت والاند. لو انا عملت ابلاي دلوقتي هقول لي ايه؟ هيقول لي انستيبل. فانا بقول له لا، لازم الغي دوران تورشن حوالين محور بس عند حاجه معينه بس، يا الستارت يا الاند. وده هنفهم بعد كده ليه بعد كده. اقول له ايه؟ اوكي.
يبقى انا كده ايه عملت ترميزيشن. هحدد ده تاني واقول له اساين فريم ريليز. عند ده بقى اروح جاي شايل كل الكلام ده كله. انا عايز اعمل عند الستارت ولا عند الاند يا باشمهندس؟ المحور ماشي كده يبقى ده الستارت. يبقى انا عايز الغي عند ايه؟ عند الستارت. واقول له ايه؟ اوكي اعمل لي انترميديت هنج. وهنفهم بعد كده ان شاء الله يعني ايه كلمه تورشن. يعني لو التورشن دي بيبقى اصلا يا باشمهندسين في المظلات. يعني انت لو مثلا واقف في محطه انت وراجل واقف اهو واقف مستني اتوبيس او اي حاجه، فده الفريم ده عباره عن ايه؟ ممسوك من هنا، او الكاميرا دي ممسوكه من هنا وحره من هنا. فايه اللي حصل؟ انا عندي في كاميرا اهي، الكاميرا بتاع الفريم اهي، وادي الفريم نفسه، في كاميرا جايه إيه؟ ده الفريم نفسه، في هنا كاميرا هنا بالشكل ده مدغره. ده عايز يعمل ايه؟ عايز يلف كده لتحت. فعايز يعمل في ده ايه؟ عايز يلفه معايا دوران معايا زي بالظبط. انت ايدك اهي، ايدك اهي وماسك حاجه في ايدك وشايل حاجه في ايدك. الحاجه اللي انت شايلها ده عايزه تلف في ايدك في ايه؟ فده بالظبط معنى كلمه ايه؟ تورشن. وده ما حصلش عشان كده ايه؟ لغينا التورشن. فبقول له شو اند فورمت شيب، كل حاجه يتعدى. طب انا عايز اتاكد يا باشمهندس ان في هنا ريسترين، راح جاي له من سيت ديسبلاي اوبشن، هقول له من هنا حاجه اسمها اي حاجه اسمها ريليزز على الفريم ازرالي. فبدا يظهر شكل ايه؟ انترميديت ايه؟ ينزل بالشكل اللي قدامنا ده كده. اوكي تاني. الخطوه اللي بعد كده عايز اعمل ايه يا باشمهندسين؟ الخطوه اللي بعد كده بعد ما عملت اساين ريسترين عايز اعمل اساين ليه؟ لللودز. ايه اللودز اللي موجود عندي؟ اولا الحمل زي ده يونيفورم لود فسهل. الحمل زي ده يونيفورم لود فايه؟ فسهل. فراح جاي مختار ده واقول له ايه؟ اساين فريم لودز ديستريبيوتد. اساين فريم لود ديستريبيوتد. نوع الحمل ايه؟ ديد، لان ما عنديش حاجه غير الديد. طب جلوبال ولا لوكال؟ مش هيفرق اي حاجه لان الكاميرا عندي افقيه. الكاميرا ايه يا باشمهندسين؟ الكاميرا افقيه. فانا عندي الكاميرا يبقى ده اسمه محور اكس، ده اسمه ايه؟ محور ايه؟ زد. طب لو كده كده ده اسمه محور واحد، ده اسمه محور ثلاثه. فمش هيفرق ان انا ادخل اللوكال من جلوبال. طب تفرق امتى؟ لو الكاميرا دي مايله، لان ده هيبقى ده اكس وده اسمه ايه؟ ده زي ايه؟ اسمه زد. فبدل ما انا افضل اقعد احسب الزاويه دي مايله بزاويه كام، لا انا ممكن اشتغل على ايه؟ على اللوكال على طول وادخل في اتجاه ماينس ايه؟ 3 بمنتهى السهوله. انما هنا مش هيفرق معايا جلوبال من لوكال. الحمل التايم موجود كام؟ حمل يونيفورم لود قيمته بكام يا باشمهندسين؟ قيمته ب2. فراح جاي كاتب هنا 2 واقول له ايه؟ ابلاي. بدا يعمل لي قيمه الحمل. الخطوه اللي بعد كده ايه؟ الحمل ده حمل مثلثي. حمل ايه؟ مثلثي. عند البدايه بصفر، عند النهايه بصفر. اتفقنا ان انا الترابيزيد اللود، الترابيزيد اللود عباره عن ايه يا باشمهندسين؟ يعني انا لو بصيت هنا في حاجه اسمها ترابيزيد اللود. ترابيزيد اللود يعني يا حمل مثلث يا حمل شبه منحرف. طب اعمل ازاي حمل مثلث وحمل شبه منحرف؟ هقول لك. بتجي هنا وتيجي هنا، اول حاجه اليونيفورم لود تصفره عشان ما يحطلكش حمل يونيفورم وحمل ايه؟ ترابيزيد. عندك طريقتين، الريلاتيف والابسوليوت. قلنا الابسوليوت لو انا عايز ادخل ايه؟ مسافات. الريلاتيف لو انا عايز انسب بالنسبه للطول كله. وزي ما شرحنا قبل كده قلنا الابسوليوت، ان قلنا الابسوليوت لو انا عندي كاميرا كده 5 متر اهي، يبقى اذا النقطه دي مثلا اسمها 1 متر، النقطه دي 3 متر، النقطه دي 5 متر. ده ايه؟ لو ابسوليوت. طب ريلاتيف النقطه دي لا ده 2 متر، يبقى النقطه دي 2 على 5. طب ده مثلا في كمان متر، يبقى النقطه دي 3 على 5 على الطول كله. النقطه دي 2 على 5، النقطه دي 5 على 5، يعني عند مسافه 1 وده عند مسافه 0. في مشكله عندكم يا جماعه؟ فدي الفرق بين الريلاتيف والايه؟ والابسولوت. نشتغل مثلا دي ريلاتيف. ريلاتيف يبقى انا بقول له عند مسافه 0 على 5 اللي هي 0، قيمه الحمل بكام؟ بصفر. طب بعد كده عند مسافه 1.5 على 5 قيمه الحمل لا ده معلش انا اسف، كام؟ هي 3. عند مسافه 1.5 على 3، 1.5 على 3 قيمه الحمل يا باشمهندس كام؟ قيمه الحمل يا باشمهندس كام؟ قيمته 4. بقول له 4. بعد كده عند مسافه 1 اللي هي 3 على 3، عند 1 قيمه الحمل بكام؟ بصفر. واصفر ده وده اي حاجه دي، اقول له ايه؟ ابلاي. شكل ايه؟ الحمل موجود عندي. بنفس الفكره لو انا عايز اعمل ده، ده كام؟ ده 7 متر. عند مسافه كام؟ عند مسافه 2 متر في حمل 1.5، عند مسافه 2.5 متر في حمل كام؟ 3. اشتغل ريلاتيف ولا ابسوليوت؟ تعالى اشتغلها الاثنين. لو انا حددت ده كده ورحت جاي اعمل له ايه؟ عند مسافه كام يا باشمهندس؟ هقول له عند مسافه ريلاتيف ولا ابسوليوت؟ ريلاتيف مثلا 2 على 7، يبقى عند مسافه يا باشمهندس 2 على 7 قيمه الحمل بكام يا باشمهندس؟ قيمه الحمل يا باشمهندس ب1.5. يبقى جينا نخلي قيمه الحمل بكام؟ ب1.5. بعد كده عند مسافه كام يا باشمهندس؟ عند مسافه 2.5 على 7 قيمه الحمل بكام يا باشمهندس؟ ب3. يبقى عند مسافه 2.5 على 7 قيمة الحمل بكام يا باشمهندس؟ ب3. بعد كده عند مسافة كام يا باشمهندس؟ ادي 2.5 و2، عند مسافة 4.5 يا باشمهندس، ويا باشمهندس عند مسافة 4.5 على 7 قيمة الحمل كانت بكام يا باشمهندس؟ قيمة الحمل كانت ب3. بعد كده المسافة كام؟ بعد كده المسافة عند مسافة كام؟ ادي 2 و2 4 و1 5، يبقى مسافة 5 على 7 قيمة الحمل ب1.5. عند مسافة 5 على 7 قيمة الحمل كانت بكام يا باشمهندس؟ كانت ب1.5. اقول له ايه؟ ابلاي. يبقى دي اول طريقه اقدر اعمل بيها. الطريقه الثانيه ان انا احدد الفريم ثاني، اقول له ديليت لود واقول له ابلاي. كده مسح اي حمل موجود عندي عشان لو غلطت مثلا ودخلت حمل غلط.
احدد الفريم تاني واقول له ايه تاني، اقول له مثلا اد او ريبليس مش هيفرق، اقول له ايه الخطوه اللي بعد كده، اقول له ايه ابسوليوت. يعني ايه ابسوليوت؟ يعني انا عايز ادخل مسافات. يبقى اقول له عند مسافه 2 متر، 2 متر قيمه الحمل كانت بكام يا شونز؟ ب1.5. عند مسافه 2.5 متر كانت قيمه الحمل بكام؟ ب3. عند مسافه 2.5 بعد كده 2.5 و2 4.5. عند مسافه 4.5 يا باشمهندس قيمه الحمل كانت بكام؟ ب3. عند مسافه 5 قيمه الحمل كانت بكام؟ كان ب1.5 يا باشمهندس. وقول لي ابلاي، بدا الحمل اتعمل معايا بالشكل اللي قدامك. اللي بعد كده عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل يا باشمهندس ثلاث احمال كونسنتريتد على مسافه 2 2 على مسافه 1 75 75 1 75 1 75. اعمل الكلام ده ازاي يا باشمهندس؟ بسرعه، ان انا احدد الفريم واقول له ايه؟ اساين فريم لود بوينت لود، اساين فريم لود بوينت لود. واجي هنا على طول اقول له عند مسافه ايه؟ ممكن اشتغل ابسوليوت برضو، عند مسافه 1 75 1 75 قيمه الحمل بكام يا باشمهندس؟ ب2. عند مسافه 1 75 في 2 1 75 في 2 اللي هي كام؟ 3.5. قيمه الحمل بكام يا باشمهندس؟ ب1 75 برضو. وقيمه الحمل بكام؟ ب2 يا باشمهندس. بعد كده عند مسافه 3.5 زائد 1 75 قيمه الحمل بكام يا باشمهندس؟ يبقى عندها 5 وربع. قيمة الحمل بكام يا باشمهندس؟ قيمة الحمل ب2. واقول له ابلاي، بدأ يضيف لي شكل الاحمال. ليه بقية الاحمال اختلفت يا باشمهندس؟ لان ده كونسنتريتد لود، انما الباقي كان يونيفورم لود، فبيبدأ يفرق بين ده وده. وفي الاخر اعلمك ازاي تظهر كل الاحمال بإذن الله. فاضل عندي ايه؟ فاضل عندي حمل كونسنتريتد لود هنا في مومنت عنده، عايزين نعمله بطريقة مختلفة. احنا اتفقنا قبل كده، بص لو انا عملت بص كده اساين، بص يا باشمهندس انا اخترت الفيلم ده قلت له اساين، في عندي حاجه اسمها جوينت لود وفي عندي حاجه اسمها فريم بوينت لود. ايه الفرق بين الجوينت والبوينت؟ شرحناه بالتفصيل قبل كده يا باشمهندس. قلنا لو انا عندي جريد بالشكل قدامي ده كده، وجريد ما بينهم خط، الخط ده انا اخترته فعملت كاميرا عليه، بقى النقطه دي اسمها جوينت والنقطه دي اسمها جوينت، يبقى نقطه التلاقي بتاع الجريدات اسمهم ايه؟ اسمهم جوينت. اي نقطه تاني عندي على الفريم، اي نقطه هنا عندي على الفريم بنسميها بوينت يا باشمهندس، بنسميها بوينت. انما اي نقطه هنا التقاطع اسمها جوينت، ودي اسمها اي جوينت. اي نقطه على الفريم اسمها ايه؟ اسمها بوينت. طب انا لو رسمت انا بوينت، يعني لو رسمت انا جوينت انا بايدي، فبسميها ايه؟ جوينت. يبقى انا الجوينت بتيجي عن طريق تقاطع الجريدات مع بعضها، او ان انا ارسمها بايدي جوينت. انما البوينت اي نقطه على الفريم اسمها ايه؟ اسمها بوينت. تمام؟ فنفس الفكره يعني انا عايز اعمل جوينت هنا يا باشمهندسين، جوينت عشان اعمل عليها ايه؟ الحمل ايه؟ ال3 طن. فاقول له ايه؟ عند مسافه كام؟ عند مسافه 2.5 متر. هقول له ايه؟ تعالى يا باشمهندس درو سبيشال جوينت عند مسافه 2.5 متر. منين؟ 2.5 متر يا باشمهندس، 2.5 متر منين؟ من النقطه دي بدا يعمل لي الجوينت دي. بعد كده اعمل سكيب واختار النقطه واقول له ايه؟ اساين جوينت لود نوعه ايه؟ فورس يا باشمهندس. فانا اتجاه يا باشمهندس في اتجاه ماينس زد، يبقى في اتجاه زد يبقى دخل القيمه بكام؟ بالسالب. القيمه بكام؟ بسالب 3. بسالب 3 يا باشمهندس. واقول له ايه؟ ابلاي، اوكي بدا يضيف لي الحمل كونسنتريتد لود. طب المومنت يا باشمهندس، المومنت ال 4 متر طن ده، اقول لك يا باشمهندس بيتبع لقاعده اسمها قاعده اليد اليمنى. بتعمل ايه؟ بتيجي بايدك وتدور بايدك، تحط ايدك كده بالظبط مع اتجاه الدوران بتاع المومنت. يعني ايه؟ بتمشي ايدك بالظبط كانك بتتخيل ان ايدك دي حطيتها هنا بتلف مع المومنت ده، وتبدا تبص الابهام. الابهام بيشير ليه؟ لو الابهام بيشير لجوه لجوه يبقى معنى كده موجب، لو الابهام بيشير لبره يبقى معنى كده ايه؟ سالب. يبقى انت بتحط ايدك، جرب تحط ايدك تمشيها تلفها مع الفريم، وهتلاقي الابهام بيشاور لجوه، فالمومنت عندي ايه؟ موجب. المومنت عندي في الحاله دي موجب يا باشمهندس. يبقى انا اختار النقطه دي. طب بيلف حوالين انهي محور؟ طبعا انا شغال في الاكس زد، فبيلف حوالين محور واي. بقول له اساين جوينت لود، هقول له ايه؟ فورس. بس المره دي نوعها ايه؟ نوعها مومنت يا باشمهندس. حوالين انهي محور؟ حوالين محور واي. قيمتها بكام يا باشمهندس؟ 4. موجب ليه يا باشمهندس؟ لان الابهام بيشاور لجوه. في عندي حاجه بقى يا باشمهندس، انا النقطه دي عندها حمل اسمه ايه؟ حمل 3، اسمه ايه؟ سالب 3. لو انا عملت ابلاي هنا دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ هيقول لي حاجه اسمها ريبليس. يعني ايه ريبليس؟ يعني كان في عندي حمل يا باشمهندس سالب 3 وفي حمل سالب 3، فانا هبدل لك السالب 3 اللي هنا ده بسالب 3. في حاجه هتحصل؟ يبقى ما فيش اي حاجه هتحصل. طب انا لو قلت له اد ايه اللي هيحصل يا باشمهندس؟ هيقول لي يا باشمهندس اه ده انا عندي حمل كام؟ 3 وفي عندي مومنت، فهيضيف لي مومنت وهيضيف لي حمل سالب 3، هيبقى كام؟ ب6. فانا ارجع تاني اقول له لا ريبليس، واقول له ايه؟ اوكي اختار النقطه تاني، انا اسف، اقول له ايه؟ اساين جوينت لود فورس، واقول له ايه؟ اقول له من هنا ريبليس، واقول له ايه؟ اوكي بدا الحمل يرجع تاني 3. طب فين المومنت يا باشمهندس؟ المومنت يعني دوران حوالين محور واي يا باشمهندس. انا شغال في الاكس زد، شرحنا الكلام ده كله قبل كده بالتفصيل. وانا لو قلت له 3 دي بدا يظهر لي شكل الكونسنتريتد مومنت بالشكل اللي قدامي ده كده، لانه بيلف حوالين محور واي. ارجع اجيب الاكس زد بلان تاني. فاضل عندي اخر حاجه، عندي الحمل المايل بالشكل قدام زاويه 45 درجه. اعمله ازاي يا باشمهندس؟ اولا محتاج اعمل جوينت على مسافه كام؟ 1.5 متر. بقول له ايه؟ درو سبيشال جوينت على مسافه 1.5 يا باشمهندس،
منين يا باشمهندس؟ من النقطه دي، عمل لي النقطه دي. لو انا ظهرت اللوكال اكسس يا باشمهندس للجوينت، يعني انا جيت هنا قلت له اللوكال اكسس هنا للجوينت بقى مش للفريم، للجوينت، ايه اللي حصل؟ بدا يجي لي عند كل جوينت ويظهر لي شكل اللوكال اكسس. اللوكال اكسس المحور ده اكس والمحور ايه؟ زد. انا لو انا اللوكال اكسس دي، مش انا لو لفيتها كده، يعني انا عندي النقطه اهي يا باشمهندس، النقطه اهي موجوده عندي، النقطه اهي، بقول لك النقطه دي اللوكال اكسس بتاعتها الاولانيه كده اكس وكده، او واحد وثلاثه كده. طب انا النقطه دي نفس النقطه اهي، لو انا رحت جاي ملف في اللوكال اكسس بتاعتها كده بزاويه 45 درجه، وما جيت دخلت الحبل في اتجاه اللوكال اكسس ده بالسالب كده، ايه اللي هيحصل؟ مش هيروح جاي يعمل لي الحمل مايل؟ اقول لك اه يا باشمهندس. طب اعمل الكلام ده ازاي يا باشمهندس؟ هقول لك تعالى اللي مسك لي النقطه دي، اقول له ايه؟ اساين جوينت لوكال اكسس، لفه لي بزاويه كام يا باشمهندس؟ لفه لي بزاويه 45 درجه عشان يلف ايه؟ عكس عقارب الساعه. لفه لي بزاويه 45 درجه ولا لا؟ اه لفه لي. في الحاله دي لو انا اخترت، بص ده النقطه دي سليمه، هي إيه النقطه دي بس الوحيده ايه اللي لفه، لو اخترت النقطه دي بقى قلت له ايه؟ اساين يا باشمهندس، قلت له جوينت لود، قلت له ايه؟ فورس. في الحاله دي اقول له لوكال ولا جلوبال؟ هقول له لا يا باشمهندس، في الحاله دي لا لوكال. انهي لوكال؟ لوكال 3. قيمه الحبل بكام؟ بسالب 3. والمومنت ما انساش صفره عشان ما يحطليش مومنت. اقول له اوكي. بدا يعمل لي بص الحمل ازاي، لو انا خفيت اللوكال اكسس عشان ايه؟ عشان تبدا يظهر الحمل. بص بقى شكل الحمل ازاي، مايل ولا مش مايل؟ مايل يا باشمهندس. طب انا كده خلصت كل الاحمال، عايز اتاكد ان انا فعلا كل الاحمال اللي عندي فعلا صح واتعرفت صح، اقول له ايه؟ ديسبلاي شو لود اساين على الفريم. نتيجه انهي حاله؟ ما فيش غير الديد بس اللي عندي، اقول له ايه؟ اوكي. كده يظهر لي جميع الاحمال اللي عندي. لو انا ظهرت 3 دي هلاقي المومنت موجود عندي وكل حاجه، مومنت كل حاجه موجوده عندي، وده حمل مايل مش في 3 دي، ده مايل. لو جبت الاكس زد هيبان قدامك ان هو ايه؟ حمل ايه؟ يبقى انا كده عرفت كل حاجه. لو انا عايز اظهر القطعات بالمره بتاع السكشن، اقول له ايه؟ السكشن 30 في 60، 30 في 60، 30 في 70، 30 في 80. اوكي اطمنت، الغي ده تاني، وكده اطمنت بالالوان وكل حاجه. فاضل عندي ايه؟ اقول له يا باشمهندس انا شغال في 2 دي ولا 3 دي؟ لازم افهمه الاول، انا شغال في 2 دي ولا 3 دي؟ انا شغال في 2 دي، يعني ايه؟ يعني زي ما اتفقنا قبل كده، اي نقطه في الفراغ، اي نقطه في الفراغ اهي ليها اتجاه اكس، ليها اتجاه زد، ليها اتجاه واي. فالنقطه دي مسموح لها ان هي تتحرك في اكس، مسموح لها تتحرك في واي، مسموح لها تتحرك في الزد، مسموح لها انها تدور حوالين اكس، مسموح لها تدور حوالين واي، مسموح لها تدور حوالين ايه؟ الزد. ان انا شغال دلوقتي في الايه؟ في الاكس زد بلين، معنى كده ان انا مسموح في حركه في الاكس وحركه في الزد ودوران حوالين محور باي فقط، دوران حوالين محور واي فقط، وحركه في اتجاه اكس وزد. طب انا عايز افهمه الكلام ده، فراح جاي له انالايز سيت اناليسيس اوبشن، واقول له ايه؟ اختار لي اليو زد بلين. بص ايه اللي حصل، عمل لي حركه في الاكس وحركه في الزد ودوران حوالين محور واي فقط عشان ما يظهرش النتائج كتير. الخطوه اللي بعد كده اقول له ايه؟ اناليسيس، اقول له ايه؟ ران اناليسيس. ما انساش حاله الموديل دي خاصه بالزلازل وحاجه اسمها التايم بيريود مش معانا دلوقتي، فاقول له ايه؟ دونت ران ذيس كيس، واقول له حاجه اسمها ران ناو. نسينا طبعا نسيف الملف اللي عندنا، فنبدا ايه؟ نحفظه. نبدا نحفظ الملف مثلا اي اسم ما عدا اللغه العربيه، اي حاجه، اي اسم او رقم ما عدا اللغه الايه؟ العربيه. اول حاجه يظهر لي يا باشمهندس طبعا شكل ايه؟ شكل الديفورمد شيب بالشكل اللي قدامنا ده كده. شكل ايه؟ الديفورمد شيب. ده كده شكل الديفورمد شيب. لو انا وقفت عند اي نقطه يقول لي النقطه دي حصل لها ديسبليسمنت في اتجاه واي اللي هي 3، يعني نزلت لتحت كام؟ كام؟ علامه صفرين 22 من 1000، يعني 22 من 10000 متر. طب انا عايزها بالسنتي، اجي هنا اروح جايب له ايه؟ طن سنتي او طن ملي حتى يا باشمهندس، واقف هنا كده كل حاجه اتحولت للملي. بيقول لي ده 2.1 من 10 او 2.2 من 10 تقريبا، نزلت النقطه دي 2.2 من 10 تقريبا ملي، 2 ملي و1 من 10 او 2 من 10. النقطه دي نزلت كام يا باشمهندس؟ نزلت ولفت، لان في هنج هنا ده فيكسد سبورت، فعشان كده ولا بيتحرك ولا بيلف، ولا بيتحرك ولا بيلف. النقطه دي لا بيحصل لها روتيشن دوران بزاويه وما بيحصلش عندها اي حركه، لان سبورت سبورت فما بيتحركش لا في واي ولا في اكس. هنا ده بيتحرك في اتجاه زد وحركه في حركه في اتجاه اكس وعمل روتيشن كامل. يبقى ده كله شكل ايه؟ ديفورمد شيب بشكل قدام ده كده. لو انا عايز اظهر المومنت يا باشمهندس اقول له ايه؟ من ديسبلاي شو فورسز وستريسز على ايه؟ على الفريم. او بص كده شايف شكل الفريم اهو، اهو موجود فوق اهو. ممكن اروح جاي على الشورت كات هنا اقول له ايه؟ فريم، وظهر لي ام 3 3، وفهمنا ليه ونتيجه حاله الديد. وما انساش اقول له ايه؟ شو فاليو، واقول له ايه؟ ابلاي. بدا يظهر لي شكل قيم المومنت، وده المتوقع فعلا اهي، شكل قيم المومنت. وادي ايه؟ الهبوط اللي حصل نتيجه ايه؟ الكونسنتريتد مومنت اللي موجود هنا، وهنا المومنت بصفر زي ما احنا فاهمين الترميت هنج، وادي المومنت ايه؟ بالسالب. طب انا لو مش شايف الارقام اقول له من قائمه اوبشن دايمنشن اند توليرانس حاجه اسمها مينيمم فونت جرافيك، خليه مثلا وليكن بخمسه، واقول له اوكي. بدا الارقام بتوضح معايا، لو انا بعمل زوم بدا الرقم يوضح معايا، كل ما بتعمل زوم الرقم ايه؟ بيوضح معاك. انما القديم كنت ما تعمل زوم مش هيبان معاك، في مشكله ارجع تاني بالزوم كده. ده شكل ايه؟ المومنت اللي عندي. ممكن اقول له تاني من ديسبلاي
show force of stresses على الفريم، اقول له ظهر لي الشير 2 2، اقول له ايه اوكي بدا يظهر لي الشير. لو انا عايز احصل الرياكشن اقول له ايه على الجوينت بقى، مش اقول له على الفريم، واقول له اوكي بدا يظهر لي قيم الرياكشنات اللي عند السبورتات وقيم ده السبورتك منه معين، فحلله لي كمان. في مشكله عندك يا باشمهندس؟ يبقى كده كل حاجه عرفنا نظهرها. في حاجه كمان مهمه جدا جدا، لو انا جيت قلت لك يا باشمهندس اظهر لي شايف الفريم ده، ما ده بص ده بقى كاميرا لوحدها، ودي كاميرا لوحدها، ودي كاميرا لوحدها على بعضها، ودي كاميرا كلها على بعضها، ماشي. لو انت ايه لو عايز تيجي عند الجوينت تقول له انفيزبل، بدا ايه يظهر، اغفل لك الجوينت ده عشان ايه ما يظهرش. لو انا شايف دي كاميرا كلها على بعضها، لو انا جيت يا باشمهندس قلت لك اظهر لي قيم المومنت عند مسافه 2 متر من الكاميرا دي، هتعملها ازاي؟ تفضل تمشي كده خطوه خطوه، طب انا فين 2 متر دي؟ مش هعرف اقيس. فبعمل ايه؟ رايت كليك على الكاميرا دي، بدا يظهر الكاميرا دي لوحدها. في حاجه فوق هنا اسمها شو ماكسيموم. يعني ايه شو ماكسيموم؟ يعني يظهر لي اقصى حاجه موجوده على الكاميرا، اقصى شير كام اهو، اقصى مومنت كام اهو، اقصى ديفليكشن كام اهو، كل حاجه بدا يظهرها لي. طب انا انت بتقول لي يا باشمهندس ظهوري على مسافه كام؟ ظهوري على مسافه 2 متر. و2 متر منين؟ يعني مثلا الفريم ده كام؟ الفريم ده 5 متر. انا بقول لك 2 متر من هنا، منين؟ من هنا 2 متر من هنا. فانا بقول لك ايه سكرول، سكرول تو شو. بص كده بص كده يا باشمهندس، لو انا نجيب بالسقبل ده حركت كده ايه اللي حصل؟ في نقطه عندي بتتحرك من الشمال لليمين، معنى كده ان انا كنت راسم الفريم ده من الشمال لليمين، معنى كده ان دي نقطه الستارت ودي نقطه الاند. يبقى انا لما اجي اقول له ايه اظهر لي عند مسافه 2000 مللي، لان انا بقول له 2 متر 2000 مللي، جه عند 2000 مللي قال لي اهو اللي هي 2 متر، قال لي قيمه الشير بكام يا باشمهندس؟ قيمه المومنت بكام؟ قيمه الديفليكشن بكام يا باشمهندس؟ لو انا عندي 3 متر هقول له 3000، لان انا حولت الوحدات من تحت ايه لطن ايه مللي، بدا يجيب لي كل القيم اللي انا ايه عايزها يا باشمهندس. كده يا باشمهندس يبقى احنا عرفنا ازاي نبدا نمزج الكاميرا دي بالكامل، ونبدا ننزل كل ايه كل الاسترنج اكشن اللي عليها. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.